تنزيل المفهوم ديال الصناعه الثقافيه. وفاش كنت كنهضر على الصناعه الثقافيه سولتي على الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه اللي عندها اهميه خاصه لانها كتمثل يعني واحد الرقم هائل على الصعيد الدولي. كنتكلموا على 300 مليار دولار ديال الشيف دافير على الصعيد الدولي. كان لابد على المملكه المغربيه باش تستافد باش الشباب ديالها يستافد من هذا الرقم الهائل اللي غادي كيتطور سنويا. اذكر بان كاين واحد نمو ديال 10% سنويا، لان في السنوات القابله من 2030 الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه اللي هي فقط يعني نقطة في المفهوم ديال الصناعة الثقافية غتفوت الصناعات الأخرى. والتحدي اليوم اللي عندنا في المملكة المغربية هي أن بالطبع نخلقوا واحد ليكو سيستيم اللي غيخلي المقاولات المغربية لي ستارت اب ماروكان باش يستثمروا في هذا المجال ويخلقوا بالطبع ثروة ويخلقوا فرص شغل لشباب وشابات. وفي هذا الإطار كيف ما عرفتوا تكلمنا عليه في هذه القاعة، طلقنا منذ سنة دابا تقريبا النقطة الأولى اللي هي خلق واحد المجال مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية هنا في مدينة الرباط. وغيكون واحد العرض مغرب لوفخ ماروك اللي فيها مجموعة ديال الامتيازات بالطبع للمقاولات الأبطال العالميين اللي كاينين على الصعيد الدولي باش يجيو يستثمروا هنا في المملكة المغربية. كذلك نظمنا الأسبوع ما قبل الماضي لأول مرة معرض لصناعة ألعاب الإلكترونية اللي عرفت واحد نجاح هائل اللي كان حاضر أكثر من 40,000 شاب وشابة أو مواطن ومواطنة اللي كيهتموا بهذا المجال، زائد بالطبع المستثمرين الأجانب من مجموعة ديال الدول من كوريا من اليابان من أوروبا من أمريكا، والبعض منهم تم توقيع معهم اتفاقية للاستثمار هنا في المملكة المغربية أو الاستثمار يكون في مدينة الدار البيضاء من مقاولة صينية اللي غتستثمر في هذا المجال، زائد بالطبع الاتفاقية كذلك اللي وقعنا مع تمويلكم. هذه الاتفاقية مهمة جدا لأنها هو إطار اللي غيعطي الإمكانية للمقاولة الصغرى والمتوسطة المغربية للشباب المغاربة اللي بغاو يستثمروا في هذا المجال في الصناعة الإلكترونية الألعاب الإلكترونية وفي المجال السينمائي كذلك، باش يكون واحد لاغونتي اللي غتقدمها تمويلكم مع الأبناك. كتعرفوا بأننا ناقشنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا، أهمية الدور ديال الأبناك في الاستثمار في هذا المجال. اليوم تمويلكم يعني انخرط معنا في هذه الدينامية الإيجابية لتمكين المقاولات الصغرى المتوسطة للانخراط في هذا المجال. التحدي من هنا 2030 أقول هو على الأقل نوصلوا ما بين 0.8 حتى 1% من هذا الشيف دافير اللي تكلمنا عليه ديال 300 مليار دولار اللي كيتطور سنويا. دائما ويمكن ناقشوا هذه النقطه حتى مع بعض القطاعات الحكوميه الاخرى، كان تخوف من الذكاء الاصطناعي. نعم، لانه الدراسات اللي كيكونوا على الصعيد الدولي كيبين بان الذكاء الاصطناعي يمكن يهدد مجموعه ديال المهن، ولكن في نفس الوقت هو فرصه الى قدرنا يعني نجحوا هذه العمليه ويولي كذلك يخلق لنا مهن جديده بما فيهم في الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه وفي المفهوم ديال الصناعه الثقافيه عموما. فلهذا اليوم كاين هناك تحديات ديال هذا القرن الجديد، ولا بد ان